ولا اشوف سنتين بلاش تحسدوا لي. يلا كاري خلاص اسلحي اسلحي ماري كاري فري تمساح صاد صوص شوي شوي smaller moves smaller يلتقي أمير وآيات في ساحة جرداء إلا من شجرة. تسأله آيات عن حاله ويخبرها أنه بخير ويحاول الإسراع في الطيران. تسأله آيات: ما لك مستعجل يا أميري؟ فيقول لها: عندنا مشكلة نحن معشر العصافير. تسأله آيات: ما هي؟ فيقول: نحن بلا قائد للمجموعة بعد موت قائدنا الأول، وعلينا اختيار قائد جديد. تسأله آيات: وكيف ستختارونه؟ فيجيبها: اتفقنا على أن الذي يجمع أكبر كمية من الطعام في وقت أقصر يكون الأمهر والأحق، ثم يطير. العصافير يحتفلون بالعصفور البطل حول كثير من الأشجار وفوقها وحبوب كثيرة حولهم. وتسأل آيات: كيف حالكم أيها العصافير؟ ما لكم تحتفلون؟ أجابوها: لقد اخترنا قائدنا الجديد، إنه العصفور البطل. الذي جمع أكبر قدر من الحبوب ووزع على الفقراء من العصافير وضعفائهم. دون أن يمدح نفسه ودون علم منا، ولما عرفنا قررنا أنه هو الذي يستحق القيادة لأنه أكثر تعاونا وتضحية.